إن معانا جريمة اتقتل فيها تلاتة منهم طفلة عندها 8 سنين. الأب مقتول، الأم مقتولة، الطفلة اللي عندها 8 سنين مقتولة، والزوجة مخنوقة ومغمى عليها. كنت بدخله عندي في الأوضة ونمارس الجنس سوي. جات حبيبي نعمل حفلة جماعية اللي هو الجنس الجماعي. صورني من غير ما كنت بعرف وكان بيبتزني ماديا. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية أن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فعلها لن تفيد، وأن العقاب واقع لا محل. تعال نشوف الجريمة دي ونشوف آخرة الخيانة. الزوجة اللي مترعيش ربنا في بيتها وفي جثة في أولادها. إحنا معانا جريمة اتقتل فيها تلاتة منهم طفلة عندها 8 سنين. إيه اللي حصل؟ القضية دي حصلت في دولة سوريا الشقيقة في محافظة اسمها محافظة درعا. أب وأم وابنهم، يعني الزوج عايش مع ابوه وامه، كان متجوز ومخلف من زوجته بنت عندها 8 سنين. انفصل عن مراته ومراته سابت له بنته. بقى الولد عايش مع ابوه وامه وبنته الصغيره. شيء طبيعي كان لازم يتجوز. فاتجوز وراح جاب مراته عاشت في البيت مع ابوه وامه ومع بنته اللي من زوجته الاولانيه، وربنا رزقه من مراته بثلاث اولاد. وكلهم عايشين حياة مستقرة هادية زي الفل. لغيت ما في يوم من الأيام الجيران سمعوا استغاثة وصوات، دخلوا لقوا الأب مقتول، الأم مقتولة، الطفلة اللي عندها 8 سنين مقتولة، والزوجة مخنوقة ومغمى عليها. إيه ده؟ الأب المسن ميت، والأم ميتة، والطفلة اللي عندها 8 سنين، والزوجة مخنوقة ومغمى عليها. ابتدت الشرطة تراجع الكاميرات في محافظة درعا في سوريا، مفيش أي حد دخل ولا حد طالع. لكن في بعثرة في محتويات الشقة وفي سرقة. طب فين الزوج يا جماعة؟ دور على زوج، جابوا الزوج. الزوج بيشتغل في شركة للحاصلات الزراعية، عملوا في الليل بس، عملوا بيبدأ من بعد المغرب لتاني يوم الظهر. فراحوا تأكدوا ان الزوج موجود في شغله والكاميرات جابها في شغله وفي المصنع موجود، وما يعرفش حاجة خاصة على اللي حصل في بيته. لا يعرف ان ابوه مات اتقتل، ولا امه اتقتلت، ولا بنته اللي عنده 8 سنين اتقتلت، ولا مراته مخنوقة، وولاده الثلاثة التانيين كانوا نايمين سلام محدش جه عنده. ابتدت التحقيقات بتضييق الخناق على الزوجة، هي الوحيدة. ايه اللي حصل؟ انت مغمى عليك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان في اربع افراد شرطة دخلوا علينا، خنقوا حماتي وضربوا حماية وقتلوا الطفلة وخنقوني، ومكان الخنقة اهي حتى ولادي الثلاثة عطوهم حقن فيها مواد سامة. الشرطة بسرعة راحت نقلت الاطفال الثلاثة للمستشفى. المستشفى كشفت على الاطفال ما لقيتش فيه اي مواد ولا حقن ولا اي حاجة. ابتدت الشبهات تحوم حوالين الزوج، تعالي ولادك فين الحقن؟ مفيش اماكن حقن، والكشف الظاهري والكشف الطبي والاشعاعات قالوا ان ولادك سلام ما تعرضوش لحاجه. اعترفوا كله. قالت انا كنت بتعرف على اتعرفت على شاب من خلال الفيسبوك اسمه اسامه. اسامه ده كان بينتهز فرصه ان جوزي مش موجود وبيشتغل من في الليل كله وما بيرجعش غير تاني يوم على الظهر، وكان بيتردد عليا في السكن، خاصة ان حماي بيبقى نايم راجل كبير وحماتي بتبقى ست كبيرة نايمة. فما كنت انا بستغل الموضوع ده وكنت بدخله عندي في الأوضة ونمارس الجنس سويا.
طب ايه اللي حصل يا ستي؟ جات أسامة في اليوم ده جاب 3 من اصحابه معاه. ليه؟ جات حابه نعمل حفله جماعيه اللي هو الجنس الجماعي، هي واسامه وطاطا من اصحابه، لكن صوتنا عالي وخاصه ان كلهم كانوا شباب وانا واحده ست، فاثناء الممارسه معانا صوتي عالي فحماتي سمعت، فلما سمعت صحت حماية والبنت الصغيرة كانت صاحية، فدخلوا علينا في الأوضة، فالتلاتة اللي مع أسامة مسكوا حماية وحماتي والبنت الصغيرة موتوها. تم القبض على أسامة والأسامي اللي معاه اللي جاءت عليه. أسامة أثبت أنه ما كانش موجود أصلا، موجود في أماكن تاني خالص، وشاهد شهود أن أسامة كان معاهم وأن أسامة في الوقت ده ما كانش عند البنت دي. والاصحاب الثلاثه التانيين اثبتوا كل واحد المكان اللي كان موجود فيه بشهاده الشهود. لا تعالي بقى احكي ايه الموضوع، اسامه حبيبك اهو طلع خارج الموضوع، والثلاثه التانيين انت قلت عليهم ما طلعوش، ايه حكايه الجنس الجماعي والكلام ده كله؟ انهارت واعترفت وقالت انا جبت سيره اسامه، لان اسامه فعلا انا اتعرفت عليه من خلال شبكه التواصل الاجتماعي النت، وكان فعلا بيتردد عليا شبه يوميا يمارس الجنس مع بعضينا، لكن في مره من المرات صورني من غير ما كنت بعرف، وكان بيبتزني ماديا، وكنت بسرق جوزي عشان اديله فلوس عشان ما يفضحنيش، فحبيت ان انا اتهمه في الاتهام ده عشان اسجنه. طيب مين اللي قتل حماتك ومين اللي قتل حماكي ومين اللي قتل الطفلة الصغيرة؟ قالت أنا. ليه؟ قالوا كانوا بيعاملوني معاملة سيئة جدا، كانوا عارفين ان انا ماشي مش مظبوط، وكانوا زعلين على ابنهم، فكانوا دايما بيهددوني، فانا قلت اخلص من أسامة واخلص منهم بضربة واحدة، فخليت حماتي نايمة وجيت كاتمة نفسها وخنقتها موتها، انتظرت حماية لما يطلع من الحمام زجيته ووجع اغمى عليه، مسكت البنت بنت جوزي اللي من مراته الاولانيه خنقتها وموتها، بعد كده خدت حمام وشربت الكوفي بتاعي، وبعد ما لبست هدوم وعملت الميك اب لقيت حماية لسه صاح، جيت خنقاه وموتاه، وكان في 3000 دولار في الدولاب حطيتهم في جيبي، بعد كده بعصرت محتويات الشقه وقعدت اخربش في رقبتي وعملت نفسي وبزعج وكده اغمى عليا عشان الناس تسمع. اعترافات تفصيلية قالتها الزوجة. تخيلوا، شوف مكر النساء، شوف الكيد، كانت هتسجن أسامة وكانت ممكن يوصل للإعدام لولا الحظ سعد ان هو اثبت ان هو كان في مكان غير مكان الجريمة، وكانت متبليعة 3 من اصحابه كان هو معرفهم عليه علشان تبقى الجريمة تقول ان هو واصحابه اللي قتلوا حماية وحماتي وبنت جوزي. لكن سبحان الله، المكر ما بيحكش غير باصحابه. بتديك الخناق عليها اعترفت اعترافات تفصيلية ومثلت الجريم. تخيلوا، قتل الطفل عندها 8 سنين لا حول لها ولا قوة. طب حماك وحماتك كان بيعاملوك وحش، الطفلة اللي عندها 8 سنين قتلتها ليه؟ جيت ما كنتش عايزة افتكر حاجة من ان جوزي كان على علاقة بست التاني قبل ايه، دي كانت مراته. وانت الشريفة العفيفة، ما انت اعترفت على أسام انه كان بيجي لك البيت في غياب جوزك. احنا بقينا في زمن صعب، والجريمة الناس ما بقيتش دلوقتي جواها رادع. تخيل تبقى المصيبة، المصيبة ان ارتكبت الجريمة دي كلها بتقول وراحت بعد كده خدت حمام وشربت كوفي، خدت حمام وشربت كوفي، وبعد كده لما لقت حماها لسه عايش راحت خنجم موتاه. يعني التحقيقات جارية، بس هي مثلت الجريمة واعترفت تفصيليا بكل شيء. أسامة تم إخلاء سبيله هو والثلاثة اللي هي كانت قالت عليهم، ولكن هيتم توجيه اتهام ليه بعد كده ان هو ابتز الزوجة دي بصور وأفلام إباحية كان صورها لها هو بيمارس معها داخل شقة الزوجية. كل ده والزوج لا يعلم شيء، خسر أبوه وخسر أمه وخسر بنته وخسر زوجته اللي طلعت خايمة، وإنسان لا حفظة على عرضه شرف. لكن هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكر.